مرحبا. اللتر سي بالإنجليزي إلى صوتين، يا ك يا س. إذا كانت السي في وراها A أو U بصير صوتها ك، مثلا cat، decorate، cute. بينما إذا كان في وراها الفاولز E والI بتصير س، مثلا circle، advice. كان معكم دكتور هنادي ميرزا. لتحصلوا على فيديوهات جديدة حتى تعلمكم بشكل كتير بسيط وسريع لفظ باللغة الإنجليزية، اشتركوا معنا بالقناة، فعلوا زر الجرس، واعملوا لنا لايك.